السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، وياكم دكتور علي محمد. وتكملت الليمبك سيستم وصلنا للهيبوكامبس والاميجدلا. طبعا هاي المواضيع راح يشرح لك انه الهيبوكامبس مسؤول عن التعليم والميموري، والاميجدلا مسؤول عن الايموشن، اعاده تقريبا للكلام اللي قلناه بالهايبوثالاموس، بس بجمل تختلف. فيعني ان شاء الله سهل، وهو قرايه مره واحده راح تحفظوه وتكملوه. يقول لك الهيبوكامبس، طبعا شكل الهيبوكامبس انتم شفتوه بهذا الشكل، يكون يعني يكون مثل حرف سي، هو structure بالبرين مثل حرف C، يعني هو الكوديت نيوكلياس، الثيرد اللاترال فينتريكول، الكوربس كالوزم، هو من عندهم مثل سي شيب، يعني ياخذون هذا الشكل السي اللي هو طبعا حول الثيرد فينتريكول. الثيرد فينتريكول هو السبب مالته. يقول لك عنده نيومرس بات مينلي ان دايركت كونكشن ويا ماني بورشن اوف سيريبرال كورتكس، هو متصل بس اندايركتلي as well as بيتا ستراكشر اوف ليمبيك سيستم، اكيد يتصل ويا الاميجدالا ويا الهايبوثالاموس ويا قلنا السيبتوم والماميلاري جلاند او ماميلاري بوديز. طبعا شفتوها انتو الاميجدالا بالنهايه الاماميه والماميلاري بالنهايه الخلفيه مالته بهذا الشكل، فهو متصل مباشر وياهم. بالنسبه للهايبوثالاموس فهو متصل وياها، وبالنسبه للاميجدالا فهي الاجزاء الاساسيه. اما السيبتوم فيكون بالنص، كنا السيبتوم بجزء يكون ميمبرين وجزء بنيورون، تمام؟ فهذا السيبتوم ابو النيورون نقصد به. فهو almost any type of sensory experience يسوي لك activation of at least some part من الهيبوكامبوس. الهيبوكامبوس turn distribute many outgoing signal للانتيريار ثلاموس للهايبوثلاموس other part of limbic system، خصوصا الفورنيكس والميجر major communicating pathway. يعني أي جزء من sensory experience، يقصد هنا sensory experience أي وحدة من ذولا من الأمور اللي دخل بالشام إلها دخل بالفيجوال، أي شيء يوصل يمه راح يودي إشارات الغير. هسا نشوف. يقول لك الهيبوكامبوس بالأديشن إنه هو كانال توصاله بين الإنكومينج سيجنال من جهة، كان إنيشيت بيهيفيرال رياكشن، يسوي لك تفاعلات سلوكية for different purposes as in other limbic structure stimulation ما different area من الهيبوكامبوس تقريبا أي different pattern such as pleasure, rage, passivity, excess sex drive. يسوي لك هاي الأمور اللي شرحناها. شوفون إعادة، ماكو فد شيء جديد ليه هسا، بس مجرد قال لك انه نسوي connection indirect وخلاص بين sensory incoming وبين structure الثانية. another feature of hippocampus انه become hyper excitable، ممكن يصير hyper excitable. هسه نشوف. يقول لك weak electrical stimuli can cause focal epileptic seizure. السيجر هنا هاي ملاحظة جديدة عليه بالhippocampus، هذا الحكي كله بالبداية ما يحجو. اكو ملاحظة مهمة بس بي بالhippocampus كفكرة، اكو شيء يسموه epileptic seizure. seizure يعني النوبات تجي، epileptic او epilepsy يعني صرع. فepileptic seizure اللي هي موجة الحالات مال الصرع اللي تصير. حالات الصرع فكرتها ببساطة انه هذا دماغ اي جزء من عنده يصير hyper excitable، يعني يصير بي شحنات هواية، يبدي يشتغل يكون hyper excitable راح يسوي لك epilepsy. اذا اجى بجزء الموتور ايش حيسوي لك؟ يبدي المريض يتحرك. اذا مثلا بالترايجمينال راح يبدي عضل لسانه وتطبق حلقة، زين ممكن تطلع عيونه، ممكن أي شيء، ممكن يسوي لك أمور أوتونوميك، فحسب أي جزء من الدماغ صار بي هايبر إكسايتابلتي، تمام؟ فيقول لك هذا الهيبوكامبوس منكويك إلكتريكال ستيمولاي يسوي لأبيليبسي. إذا لازم نعرف إنه الهيبوكامبوس بسهولة يصير بي أبيليبسي. زين أنا أسألكم هسا السؤال، إذا الهيبوكامبوس صار بي أبيليبسي إيش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا أمور إلها دخل بالسنسري، أمور راح يبدي المريض يشوف شغلات هي ما موجودة، اللي إحنا نسميها هالوسينيشن، يعني هالوس، يعني راح يبدي يشوف شغلات ماكو، يسمع شغلات ماكو، يحس شغلات ماكو، طبعا بسبب الإبيليبسي. زين السؤال الثاني اللي أطرحه عليكم، هل هو راح يكون كونشيوس أو لا؟ الجواب راح يكون كونشيوس، يعني ما له دخل هذا بالكورتكس. احنا حكينا الليمبك سيستم ما له دخل بالكورتكس، يصير أمور عاطفية وأمور سنسرية من يمها، ما له دخل بالكورتكس. إذا المريض هنا راح يكون يبقى كونشيوس بس يصير عنده هالوسينيشن، فهو يدري إنه هي مو صحيحة، يدري إنه هي هالوسينيشن لأنه هو لساته كونشيوس، تمام؟ عكس الأمراض النفسية، فهي حالة الإبيليبسي مع الهيبوكامبوس، تمام؟ هذا راح نقرأ هنا، فشوفوا كل السهلة. فإذا نقول لك small area من الهيبوكامباي كجمع، يقول لك هاي often persist for many seconds after stimulation is over، فات كم ثانية ورا ما يروح يد، suggesting that hippocampi can perhaps give off a prolonged output signal even under normal functioning condition. During hippocampal seizure، خلال هاي السيجر، a person experiences يجرب various psychomotor effect. شوف هنا الأسان راح على psychomotor، ما حكى لك عن حركة الإيدين والرجلين وعض لسانه ونزل لعابة وسوى لك أمور الأوتونوميك من الخروج واليورينيشن وكذا، لا حكى لك عن psychomotor مثل olfactory، يشم يشوف يسمع يحس، other type of hallucination. قال لك hallucination هاي مو صحيحة، هاي بسبب epilepsy، بسبب صرع صارت.
cannot be suppressed, ما يقدر يوقفها as long as the seizure persists. إيش قد ما أكو seizure فهو راح تبقى هاي hallucination. Even though بالرغم إنه the person has not lost consciousness, مو فقد الوعي مالته. بسبب شنو؟ إنه ماكو سيطرة للوعي بالهيبوكامبس. الهيبوكامبس ومو limbic system. And knows يعرف إنه هاي hallucination are unreal. ما يعرف إنه هي مو صحيحة. Probably one of the reasons for this hyper-excitability, عاد بدأ بالثيوري, إنه they have different type of cortex, يعني عنده جزء يختلف, elsewhere in the cerebrum, with only three nerve layers, بينما البقية عندهم six layers, تمام؟ فيتصل ويا cortex, وتتكون من three layers. يعني هذا just theory, ممكن تحفظوا لي الامتحان, بس يعني أنا اللي أريد أقول لكم يا من الهيبوكامبس, هذا هو المهم بس, إنه فكرة الإبيليبسي مالته. الإبيليبسي يروح يضرب لك على الهالوسينيشن, يسوي لك هالوسينيشن, بس ما تفقد الكونشيس مالتك, تمام؟ الفانكشن مالته باللرنينج, وهذا حكينا إنه الهيبوكامبس هو علاقته باللرنينج مبدئيا. فهنا يقول لك originated as part of olfactory cortex, هذا أصله من الأولفاكتوري. من إني lower animals, حيوانات دنيا, هاي الكورتكس plays essential roles in determining whether an animal will eat a particular food, whether the smell of particular object suggests danger, or whether the odor is sexually inviting, make the decision for life or death importance. نادي احكي لك بالحيوانات, بس بالحقيقة هو حتى عند البشر بيجزء منه. الحيوانات تستغل الشم كلش, وانتو تشوفون البزازين والكلاب وحتى الطيور كلهم يستخدمون الشم. الشم ليش؟ يعني الأميجدلا والهيبوكامبس يكونوا كلش قريبين, وين؟ طبعا هما جزء من التيمبورال لوب, وتعرفون الشم وين يكون؟ بالتيمبورال لوب. فإذا ما تجي هاي السميل يربطها ويا شيء ثاني, يربطها ويا مشاعر, يربطها ويا خطر, ويا خوف, ويا فرح, ويا سيكشوال, ويا فود. الأمور اللي ذكرناها وين؟ بالهايبوثالاموس. تذكرون نقاط الهايبوثالاموس؟ فهي بالحيوانات الدنيا يربطها, احنا بالبشر هم عندنا بعض من هذا الربط. Very early in evolutionary development of the brain, احنا يحكي لك عن تطور الدماغ, the hippocampus personally become a critical decision making neural mechanism, ياخذ قرار, determining the importance, أهمية incoming signal, نفس ما قال لك هنا life or death importance, هاي signal مهمة ممكن تكون تخوفه. Once this critical decision, هذا القرار making capability ينطيك, has been established, presumably remainder of the brain also begin to call on the hippocampus for decision making. هم يصنع decision. Therefore, if the hippocampus signal that neuronal input is important, مهمة, the information is likely to be committed to memory. هذا هو يقصد بيه decision making. هنا راح هو يقرر هل يوديها للميموري, وبالنتيجة راح تصير لنا learning وتعلمنا من عندها, لو ما راح يوديها. فإذا يشوفها هو, إذا كانت الإشارة نفس ما هو قال لك is important, مهمة, فإن information likely إنه committed to memory, راح يحتفظ بيها لأنها مهمة. في حين إذا كانت إشارة ما مهمة إيش حيسوي؟ حيلغيها. It has been suggested that the hippocampus provides يوفر لنا drive, دافع to cause a translation of short-term memory إلى long-term memory. هذا راح نشرحه بالميموري إن شاء الله. هو ينطيك الدافع إلى نقلها. شلون؟ أنت إجتك short-term memory, طبعاً حتى تعرفون هي كلش قصيرة. مثل إنك أنت, يعني خلينا نعطيكم مثال كلش واقعي, إنك أنت شفت شخص أو شفت أنت كولد بنت حلوة. هاي البنت حفظ شفت شكلها راح تمشي راح تنسى, short memory. إذا صار أكو emotion بأي سبب, ضحكتم سوا, حكيتم سوا, فهنا راح ينقل للlong term, فتبدي تحفظها بعد ما تنساها. نفس الشيء أي experience أنت صارت وياك بيها emotion, عطر أو مكان أو منظر معين صار وياه تجربة, فهو راح يشوف هل هو مهم. إذا شافه مهم راح يحطه بالذاكرة وينقله للlong term, أما إذا ما مهم راح تعبره, تمام؟ بهاي الفكرة. يعني هذه هي فكرة الهيبوكامبس. خلنا نأخذ مثال على السيارات. واحد ما عنده سيارة, فمن يشوف سيارة عادية, فمن يشوف سيارة شوية مزينة أو مرتبة أو حديثة راح يحفظها. بس واحد عنده بوغاتي وأودي, من يشوفها يعتبرها مو مهمة لأن شايفه هواي من عندها, فما راح يحفظها. فمن تيجي تقول له والله ذيك الجي كلاس شفتها بالطريق هسه كنا ماشيين من يمها, يقول لك يا جي كلاس. هو ممكن بلحظة هو ماشي شاف إنه أكو جي كلاس, بس أكيد ما راح يخزنها بذاكرته لأن يعتبر الجي كلاس شنو؟ something مو جديد, ما سوى له فد انتباه يمه. في حين مثلا لو شاف مثلا سيارة بوغاتي مثل مالته حينتبه عليها. نطبق على روحنا, يعني انت لو شفت ان انت بالشارع ما راح تنتبه, بس من تشوف انت سيارة حديثة او غريبة راح تنتبه عليها, وهكذا. فإذا الهيبوكامبس transmits some signals or signals that seem to make the mind rehearse over and over the new information until permanent storage takes place. يصير permanent storage,
اللي هو دائمي، فهنا بعد ما تنسي. Whatever the mechanism, without the hippocampi, consolidation of long-term memories of verbal or symbolic thinking is poor. It does not take place. هذا long-term ما راح يصير بلا hippocampus. إذن hippocampus من الآخر أبو الميموري. حتى لا تدخل روحكم، هذا كلام كله صراحة ربش. لو أنا ألغي بالأخير الهيبوكامبوي يحط لك شنو شيء important أنقله long-term وخزنة، شيء مو important ألغي. تمام، هذا هو، هذا كلام كلش صراحة over. حاشيكم عن الحيوانات الدنيا وكذا، يعني ماكو داعي له. هسه بقلنا الأميجدلة. هاي الأميجدلة هي نفسها موضوع الإيموشن، ركزوا لي بيها. الفانكشن مال الأميجدلة شنو؟ أميجدلة abundant bidirectional connection، تنطيك بالاتجاه bidirectional with hypothalamus وأذر area مال limbic system. تمام، يعني ويا الهيبوكامبوس ويا lower ويا parts ثانية من limbic system. باللور animals مرة ثانية الأميجدلة is concerned with great extent ويا olfactory stimuli. مرة ثانية عيدها، باللور animals لها علاقة بالolfactory بالشم. وانتر ريليشن وذ ليمبيك برين، يعني الاميجدالا ريسيف نيورونال سيجنال من كل البورشن مال ليمبيك كورتكس ومن النيو كورتكس مال منو مال التيمبورال بارايتال اوكسيبيتال لوب، خصوصا الاوديتوري والفيجوال. فهنا بيكوز ذيس مالتيبل كونكشن، هاي التعقيد الصاير، الاميجدالا هاز بين كولد يسموها الويندو اللي عن طريق الليمبيك سيستم سينز بليس اوف بيرسون ان ذا وول. طبعا هنا نحكي الليمبيك سيستم بنظره شنو؟ بنظره وظائفه، هو بنظرة العواطف، بنظرة الذاكرة، هاي الأمور اللي نقصدها. فإذا الأميجدلة هي الويندو مالتها اللي عندها كونكشن كل شهواية. تمام؟ مو نقصد الويندو بقية الأمور، هذا الجزء اللي دا نحكيه بالليمبيك سيستم. In turn الأميجدلة تنقل الإشارات back into these same cortical area إلى الهيبوكامبوس، ممكن للسيبتوم، ممكن للثلاموس، وأكيد أكيد للهايبوثلاموس لأنها كلش مهمة. زين، the effect of stimulating أميجدلة. شوفوا هنا يعني هذا الكلام هم جزء يقول لك إنه الأميجدلة مهمة، يعني هذا اللي تستفاده من عدها. شوفوا ماكو هواي ملاحظات، مو مثل جزء الموتور كل سطر بملاحظة. بشكل عام الكلام هو واضح. effect مال stimulating amygdala in general stimulation of amygdala can cause almost the same effect listing by direct stimulation للhypothalamus plus other effects. إذا نفس الإفكت اللي حكيناهم بالhypothalamus هنا ممكن يسووها. effect initiated in amygdala then يروح لوين؟ للhypothalamus. يشمل الأمور الآتية، يعني شوف هسه الأميجدالة ممكن تسوي لك أمور على الأوتونوميك. خلي أذكركم يعني هايبوثالاموس شنو أخذنا مثلا، شوف الأوتونوميك يروح يزيد أو يقلل الأرتريال بريجر، يزيد أو يقلل الهارت ريت، يزيد أو يقلل جاسو انتستينال موتيليتي أن سكريشن، هاي أوتونوميك صح؟ أخذناها بالهايبوثالاموس. يقول لك إن هالأميجدالة ممكن هم إنيشيات من الأميجدالة بعدين تروح للهايبوثالاموس وتشتغل. فإذا نسوي نفسها بعد ديفيكيشن أو ميكتشوريشن. طبعا هاي الأمور إلها علاقة بالعاطفة لو لا؟ طبعا لها علاقة بالعاطفة. تمام، هاي كل الامور يعني تدقات القلب وهاي حكينا بالهايبوثالاموس نفس الكلام هنا. هذا ما يتغير الارتريال بريشر، ما يتغير الهارت ريت. لعد شلون الارتريال بريشر ممكن واحد من قهره معينه يصير عنده جلطه صح؟ شلون الهارت ريت يبدي قلبه ينفض كلش ما يخاف؟ مو شرط تركض انت وقاعد خوفك شيء يبدي قلبك يدق صح؟ الجاسترو انتستينال موتيليتي والسكريشن، حتى الدياريا الاسهال والكونستيبيشن يصير بسبب تاثير عاطفي. طبعا هذا اخذته بالجي اي تي. اول شيء بالجي اي تي فيزيولوجي شو نقول عليه؟ نقول علاقة كلش قوية ويا الإيموشن. هاي أول حكاية نحكيها، الجي آي تي علاقته ويا العاطفة. ولهذا يقول لك إذا تأكل أكل زين أنت ترتاح عاطفيا، وإذا تأكل أكل مو زين الضوج. ونفس الشيء إذا أنت فرحان يقول لك انفتحت شهيتي، وإذا ضايج ما تنفتح شهيتك. تمام، ديفيكيشن واليورينيشن، حتى الخوف ممكن يسوي ديفيكيشن وميكتشورشن. تمام، يفتح لك السفنكتر. فهذا يصير بيوبولار دايليشن أوريرلي كونستركشن بايلو اركشن. البايلو اركشن من يقول لك شعري وقف. تمام، يقول لك يعني مثلا من الناس اللي مؤمنين بقضية مثلا من يعزف النشيد الوطني فشوف شعر يعني شعر جسم يقول لك وقف، هو بايلو اركشن وقفة الشعر. سكريشن اوف فاريوس انتيريور بيتويتري هرمون مثل جونادو والادرينو كورتيكوتروبيك هرمون. الهرمونات الجنسية تساعد الفرزة. طبعا هاي زيد الليبيد وزيد الديزاير. زين، طبعا جونادو تروبين اكيد يعني حيزيد لك تستوستيرون بالميل، بالفيميل حيزيد الفيميل هرمونز. فهنا العاطفة هم تزيد فكرة السكشوال ديزاير. إذن ذول هم نفسهم الهايبوثالاموس. aside from these effects بعيدا عنها mediated through hypothalamus الأميجدالة نفسها تسوي لك cause several type of involuntary movement. هاي الأميجدالة إضافات، يعني هو ايش قال لك قبل شوية؟ قال لك plus other effects نفسهم الهايبوثالاموس ضايفين عليهم. شنو ما ضايفين عليهم؟ قل لك tonic movement مثل rising the head or bending the body. يعني ممكن واحد يميت جسمه او ممكن يرفع راسه. مثلا شلون يميت جسمه؟
يعني شايفين من يقول لك من تطلعون انتم مثلا كطلاب وكذا تشوفون كل شيء هو يعني دائما دا احكي عن فكره اللاف والعلاقه بين الميل والفيميل لان هو جزء كل شيء يوضح به هذا الافكت. مثلا يقول لك فلان وفلان نحس بيناتهم اكو تجاذب وميلان، صح اوكي ممكن من النبره والتصرفات، بس اكو الشخص اللي تحبه انت بشكل عام تميل اله، يعني حتى كجسما اكو شغلات انفولنتري انت تميل اله من تعابير الوجه ومن تعابير الجسم. زين، في حين الشخص اللي مو كلش هاي يتعامله بطريقه عاديه، ولهذا الناس يحسون، يعني الواحد شلون يحس انه هذا الشخص اللي قدامه منجذب له؟ شغلات انفولنتري مرات، فهي ممكن تكون انفولنتري. او السيركلينج موفمنت، هاي طبعا انتم طلعوا عليها امثله كواجب عليكم، وكجينري كلونيك وريثميك موفمنت اللي هي شلون حركات ريثميك، حركات الصير. خلي اعطيك مثال، البنت مثلا نرجع نضرب على حاله المثل البنت والميل لان امثله كلش مشهوره، مثلا من تلعب بشعرها، زين البنات كلش مشهوره يعني انه هي اذا انحكى حكي عاطفي او كانت اتراكتد للولد اللي قدامها راح تلعب بشعرها. زين، هاي تكون شنو ريثميك موفمنت مثلا. وديفرنت تايب اوف موفمنت اسوشيتد وذ افكشن اند ايتينج مثل ليكينج تشوينج سوالينج، هاي كلها علاقه بيها. In addition, stimulation of certain amygdaloid nuclei يسوي لك pattern of rage، نفس ما قلنا إنه الأميجدالا شلون تأثيرها وين على الهدوء وتأثيرها على العصبية. Escape الهروب ال punishment ال severe pain ال fear الخوف من ال اللي نفس اللي أخذناه بال hypothalamus أو حتى قال لك described earlier. Stimulation of other amygdaloid nuclei can give reaction to reward and pleasure اللي هو السعادة والفرح. وفاينالي excitation of still other portion of amygdala can cause sexual activities مرة ثانية مثل erection, copulatory movement, ejaculation, ovulation, uterine activity و premature labor. كل ذولا تخيلوا يعني الأميجدالا حتى premature labor. ولهذا يقول لك يعني مثلا مرات تصير في الظرف معين عند female وتجيب يقول لك يعني من فلان ظرف عاطفي هي جابت الولد مو وقت. زين، يعني حتى هاي هو كاتبها، فكل هاي ممكن تأثر. صحيح هذا الحكي كله تشوفوه إعادة، كل شيء هو إعادة، ده يحكي لك عن أمور السيكشوال وأمور الموفمنت وكذا. بالأخير هي لها دخل بالإيموشن. زين، إذا شلنا الأبليشن مال الأميجدالا شلناها باي لاترالي يسموها شنو كليفر بوسي سيندروم، إيش حيصير؟ شوف عكس الكلام اللي ذكرنا، أولاً anterior part of both temporal loop destroys in monkey، إذا دمرهم هذا remove not only portion of temporal cortex but also of the amygdala that lie inside this part of temporal loop. هي داخل التمبرال لوب، واحنا قلنا معظم هذا الجهاز داخل التمبرال لوب. هذه تسوي لك changes behavioral يسموها clever pussy syndrome اللي هي demonstrated in animal by اول شيء not afraid of anything، ما يخاف، لان جزء الفير اذا نرجع للجدول هذا تشوفون جزء الفير منو كان ينطي الاميجدالايد نيوكليا ينطي بوزيتيف اذا خصمنا. زين، بعد خصمنا النيجاتيفيتي مع البلاسيديتي وخصمنا البوزيتيفيتي على الريج، فايش حيصير؟ حيصير هادئ، صح؟ فإذا ما يخافوا هادئ. خلينا نشوفوا وش كاتب. يقول لك الشغلة الثانية has extreme curiosity about everything، عنده فضول فظيع حول كل شيء. forgets rapidly، جزء من الميموري راحت. صحيح هو الهيبوكامبس كلش مهم بالميموري، بس الأميجدالا كلش لها علاقة بهذا الموضوع، حتى ذكرناها هسه بالهيبوكامبس فوق. زين، قلنا علاقته ويا الأميجدالا. فإذا راح ينسى بسرعة. has tendency to place everything in his mouth and sometimes even tries to eat solid objects. فنفس الشيء راح شوف حتى يرجع لبعض الامور الرفلكسز اللي هي ما كانت موجوده قبل، يعني او اللغه انه اي شيء يريد يحطه بحلقه، اي شيء يريد ياكله solid objects. often has sex drive so strong عند sex that it attempts to copulate with immature animals. هذا يحكي على animals، حتى يروح على immature animals ما بالغين يعني على اطفال. animal of wrong sex حتى لو يعني يسوي لك homo sexuality male على male female على female or even animals of different species حتى يروح الحيوانات من الأنواع الثانية. هذا كله تا sex drive. ده شوفون تغيرت الغريزة هنا، يعني الغريزة بيها جزء نيورو كلش قوي، يعني هو النيورو ده يتحكم بيها. فشوف sex drive هنا شو سوى كل هذا. also similar lesion in human beings are rare كلش نادرة. affected people respond to manner not too different from that of monkey. يعني يصيرون قريبين من اللي صار بالمونكي هذا. زين، بس شنو رير؟ يعني هاي الحالات ما تمبرال لوب ينضرب لرير. ليش؟ لان البلس ابلاي من هاي المناطق ما ينضرب. انت بالعاده امتى تصير الجلطه؟ تصير بالانتيريور سيربرال ارتري او ميدل سيربرال ارتري، والاثنين هم يضربوا لك السنسري والموتور. ليش قلت لكم من بدايه المحاضرات مال ليمبيك انه ما حتشوفوها هوايه؟ يعني حاله انه تنضرب اميجدالويد ريجن
وتجي تشوف هاي النقاط الخمسه ما ادري السته الكاتب لك اياها حتى تشوفها بانسان هاي كل الصعب. هنا يدخل الطب النفسي مثلا، يعني هاي not afraid of everything راح يقولوا لك هذا الشجاع، عنده curiosity about everything هاي تبين بالقرد، لان القرد يعني مثلا او البساتين او كذا احنا نعرف تصرفاتهم معروفه، فمن يبدون يروحون يناقشون ان شاء الله جديده نقول curiosity، زين البشر هو البشر اساسا كائن فضولي. فوركيت رابيدلي نقول والله يعني عنده مشكله او ينسى عادي. تيت استبريس everything in mouth ما راح تبين بالبشر. السكس درايف تو immature ممكن هو يلغيها، حتى لو هو عنده سكس درايف راح يسيطر عليها قدر الامكان. الرونج سيس لان هناك كورتكس بعدها موجوده شغاله فراح يقدر ياخذ ديسيجن. فاذا بالبشر من اللي يقول لك رير، لان انت صعب اساسا تلقى فيك انسان، يعني شلون انت تعرف انه هو مثلا الرونج سيكس؟ يعني حتى حتروح تدور ورا لو شو حتعرف للانيمالز اوف ديفرنت سبيشيز؟ هالشيء مو سهل انه ينعرف. وحتى لو انعرف وين راح يروح؟ راح يروح على الطب النفسي، فما راح تعرف انت والله الاميجدالا تذت. ولهذا قلت لكم انه موضوع الهيبوكامبال يعني لا تقروا على مود انتم يعني للامتحان او حتى للمستقبل الطبي مالكم، فقط للفائده هيك يعني للاطلاع. انا لو بيدي اخلي هاي الماده للاطلاع. اذا اوفر فانكشن اوف اميجدالا مره ثانيه يعيدها، الاميجدالا سيم تو بي بيهافيورال اويرنس اباوت ارياز ذات اوبريت ان سيمي كونشس ليفلز. شو قلت؟ حلو قلت سيمي كونشس. They also seem to project to limbic system one's current status and relation post surrounding and thought للمحيط مالته اللي هي قلنا الويندو. On the basis of this information, amygdala is believed to make person behavior response appropriate for each occasion. يكون مناسب. يقول لك بعض ال figure summarize rule. I think هذا الفيجر يعني يقصد به ما أدري. Amygdala connection هذا مال connection مالته. زين. ماكو figure إحنا والله. ما كاتب فكرة. زي خلينا نيجي نشوف الهاير فانكشن مال كورتكس. يقول لك السكشن كونسيرن وذ السليب ميموري كوجنيشن ايموشن ليرنينج اند لانجويج. احنا راح ناخذ ايموشن على اعتبار هو موضوعنا، يعني راح ناخذ راسا. يقول لك الفيلينج والاور ايموشنال ميموريز فورم هايبوثالاموس وميجدالا مره ثانيه، تمام. والبري فرونتال كورتكس هي سيت فور جادجمنت انتنت اند كنترول اوفر اكسبريشن اوف اور ايموشن. هنا رابط لك بين موضوعين، المسؤول عن الايموشن الميموريز والايموشن هو الهايبوثالاموس والاميجدالا، في حين البري فرونتال كورتكس تذكروها يوم الشخصيه والقرارات وقلنا اخلاق وشكلنا قدام العالم والهيبه والقضيه، هذا مسؤول عنها البري فرونتال. يقول لك جادجمنت حكم وانتند والكنترول اوفر اكسبريشن شلون اعبر عن مشاعري، ولهذا قلنا هي ديلي ستيشن زين او ريلي ستيشن، بحيث شنو انت تتاخر قبل تسوي الاستجابه مالتك. هاي البري فرونتال ريري. إذن by the prefrontal cortex we decide appropriate way to show our feelings. شلون نعبر عن هالمشاعرنا؟ نقوم نقمز لو نبتسم، شايف الناس من تفرح أكو يقمزون يخبصون الدنيا، وأكو ناس عود ثقال يضحكون ابتسامة بسيطة بس حتى ما يضحك زين. فهاي the prefrontal cortex هو محددها، تمام. الأميجدالا also seem to be involved in a broad range of function مثل important aspect of personality الشخصية depend on the intact functional amygdala و hypothalamus. لا تأثر على الشخصية بس يقول لك لازم تكون intact و functional. Specific region of amygdala and hypothalamus are destroyed or artificially stimulated. دمرناها hypothalamus destroyed or artificially. A human and other animal exhibit blunted or exaggerated expression of anger, fear, aggression, self-defense, pleasure, pain, love, sexuality. كل هاي راح تبدي تبين exaggerated. يعني شنو exaggerated؟ أو blunted. يعني ممكن تكون كلش أكثر ممكن أقل حسب الجزء اللي ينضرب. كلام جنرال مرة ثانية just إنك أنت تقرأ. Psychosomatic effect of behavioral system abnormal function of central nervous can frequently lead to serious dysfunction by different somatic organ. The mechanism by which stimulatory effect of a brain affect peripheral organs عن طريق هاي الأمور، إنه شلون psychosomatic effect على behavior على السلوك مالتنا، مثلا عن طريق الموتور نيرف والسكريتال مسل أو الأوتونوميك نيرف للديفرنت انترنال أورجان أو عن طريق الهرمونات. يعني ده يحكي لك شلون يأثر، يعني إما موتور دايركت أوتونوميك هرمونز هاي كلها ذكرناها. زين هسا نجي نضرب أمثلة عليها. تعال الأوتونوميك يعني هو الأوتونوميك يتحكم به كله بدءاً من السمباثيتيك بانتهاءً بال الأوتونوميك فانكشن مال جي أي تي والرينال. الهرمونات تغير لك كل السيستم مالتك والموتور أكتيفيتي مال السكريتال مصر نفس الشيء. فإذا السايكو هنا بس اللي يقول لك إنه التأثير النفسي يأثر على الجسم. شلون يأثر على السلوك مالتنا عن طريق ذولا. هذا يقول لك أي abnormal function للسيترال نيرفس سيستم بالغالب frequently تسوي لك serious dysfunction
بالسوماتيك أورغان اللي هي الأعضاء الثانية، والميكانيزم عن طريق هاي اللي ذكرها. تمام، هسا احنا كملنا الليمبك، ترى وصلنا الميموري، يعني جزء الميموري بي ليمبك وبي أمور ثانية. اللي أريد أقول لكم يا هسا، شوفون هاي المادة عكس الموتور، يعني أنا ما حكيت لكم هواية كلينيكال لسببين. السبب الأول إنه هي مو مهمة، قلت لكم أشوفها. السبب الثاني، أنا كطالب وكإنسان أو كطبيب أو أي شيء كمحاضر لكم، ما شوفون هاي الحالات هواية زين، فحتى الأمثلة عليها، يعني شوفون الأمثلة هي أكثر شيء من حياتنا الواقعية، مو الأكثر من أمثلة مرضية زين. فهاي خلصناها، يعني هاي فكرة الليمبك خلصت إن شاء الله بهذا الشكل. بس أخير شيء إنه الأميجدالة لا تنسون إنه هي قريبة من الأولفاكشن من الشم، فدائما هذا الكلام كله تربطه بالشم حتى بالبشر، من الحب إلى الكهر إلى الكهرة إلى السكشوال ديزاير إلى كل هاي الأمور، إلى الجوع والعطش، هاي كلها تنربط بالريحة، تنربط بالأولفاكشن زين. خلصنا إن شاء الله، بقالنا الميموري. اللانجوش طبعا إحنا شارحيها من أيام السنسري والموتور، فيعني جاست ممكن نعيدها للفائدة اللي هي البروكا والفيرنيك، ما أعتقد بيها أي شيء يعني صعب عليكم، جاست اللي هي إعادة. تمام، اللانجوش and speech، بقالنا إن شاء الله الميموري، حاول نشرحها حتى نكمل أجزاء الهاي كورتيكال فانكشن كلها، ونكون كملنا السنسري والموتور وهاي الهاير كورتيكال فانكشن اللي يعني شوفوها أسهل، يعني فكرتها مو صعبة وبها هواية سرد وهواية أمور إنشائية. شكرا جزيلا لحضوركم، إن شاء الله يا رب تكونوا استفاديتم، ونلتقي بمحاضرة قادمة. مع السلامة.